متجر سوري جيمر لبيع الكوينز، المتجر الافضل والاسرع والاضمن في نقل الكوينز يا جماعه الخير، وعاملين عروض خرافيه بمناسبه بدايه فيفا 23. الرابط بالديسكربشن، ارقام الواتساب كلها بالديسكربشن موجوده اذا عندك اي سؤال بتقدر انك تستفسر عن طريقهم سواء لشراء الكوينز او لطريقه الشراء. والان بترككم مع المقطع. اليوم حنبني تشكيله من اللاعبين بيلعبوا اخر كاس عالم لهم، اللي هو كاس العالم 2022، وبيكون اخر كاس عالم لهم رسميا والفرصه الاخيره لتحقيق كاس العالم. وايضا حنلعب بتشكيله مباراه، بحاله الخساره حنساوي كويك سيل للاعبين بالتشكيله. لايكاتكم مهمه، بدنا نوصل 30,000 لايك. اضغط لايك، فجر زر اللايك عزيزي المتابع، واشترك، تاكد من اشتراكك بالقناه، ما بقينا شيء على 1.5 مليون. خلونا نبدا. طبعا حنبدا مبدئيا من مركز الحراسه، حارس المنتخب الفرنسي تقريبا وحاصل على كاس العالم، وبالتالي ايضا اخر كاس عالم للاسف حيكون له، لانه بكل بساطه العمر وما يفعل يا جماعه الخير. نعم، الحارس الفرنسي اللي هو هوغو لوريس يا جماعه الخير، الحارس عمره حاليا 36 سنه، وبالتالي هذا 100% حيكون اخر كاس عالم له، غالبا انه بيعتزل دوليا بعد نهايه مسيرته بكاس العالم. فايضا هذا اول لاعب حيكون. خلينا ننتقل الان على المراكز الدفاعيه. بالنسبه للظهير اليمين، الظهير التاريخي لبرشلونه والبرازيل يا جماعه الخير دانيال الفيش، ولكن المشكله انه دانيال الفيش مو موجود باللعبه، موجود له بطاقه بس انه بطاقه تطلع بالباكجات بس ما بتقدر تشتريها او شيء. ايوه موجود له هاي البطاقه، ولكني للاسف اني ما بقدر اني اجيبها ولا بقدر اني اشتريها، وما عندي اياه بالنادي، بالتالي ما بقدر اني اجيبه، ولكن حنحطه بالتشكيله بكل الاحوال، نتصرف عاد بنهايه. ايضا دانيال الفيش اخر كاس عالم 39 سنه اللاعب، وبالتالي خلص يعني احتمال انه يعتزل بعد كاس العالم، يمكن يعتزل مسيرته ككامل. 39 سنه ترى كبير يعني، غالبا ما بيلعب زياده، فيب اخيرا يعني، او مو اخيرا خلينا نقول، لكن اكيد انه اخر كاس عالم بيكون لدانيال الفيش. فيب طيب ننتقل على قلب الدفاع يا جماعه الخير. الاولاني واحد صراحه من قلوب الدفاع، هو ممكن نسميه بدل قلب دفاع نسميه الجزار يا جماعه الخير، اللي هو بيبي يا جماعه الخير، مدافع المنتخب البرتغالي. طبعا هذا المدافع يعني حرفيا اكيد اخر كاس عالم بيكون له، وبالتالي يعني من اللاعبين الممتازين صراحه، موجود له يعني بطاقه، هاي ما بعرف اذا عندي اياها الصراحه، عندي اياها ممتاز 82 ريتنج، هذا اخر كاس عالم له. لاعب ايضا موصل لسن 39 سنه، وبالتالي 100% حيكون اخر كاس عالم له للاسف يعني. طيب بالنسبه لقلب الدفاع الثاني، ايضا واحد من قلوب الدفاع اللي اندر ريتد نوعا ما، يعني مو اخذين حقهم اعلاميا بالشكل الكافي، ولكنه ايضا مدافع ممتاز ومبدع يعني الصراحه بكاس العالم هذا مع منتخب البرازيل. نعم يا جماعه الخير، انه المدافع البرازيلي اللي هو تياغو سيلفا يا جماعه، تياغو سيلفا عامل ابداع مو طبيعي الصراحه مع البرازيل، وايضا اخر كاس عالم اللاعب عمره 38 سنه، وبالتالي 100% هذا اخر كاس عالم. وللان اصغر لاعب بهي الخطه هو لوريس يا جماعه الخير، عمره 36، انت متخيل اصغر لاعب للان عمره 36 سنه، واو. طيب بالنسبه للظهير اليسار، واحد من اظهر اليسار يعني اللي كان تاريخيا ممتاز مع اسبانيا مع برشلونه، ولكنه الصراحه من 2019 وهو منتهي، ولا في منه فائده لا بالمنتخب الاسباني ولا ببرشلونه ولا باي مكان يا جماعه الخير. الاسباني طبعا جوردي البا اللي راح يلعب اخر كاس عالم له، هذا الكاس العالم 2022، اللاعب عمره حاليا 33 سنه، وبالتالي كاس العالم الجاي حيكون عمره 37 سنه وهو اوريدي منتهي، وبالتالي انا مستحيل متخيل انه مستحيل يلعب كاس العالم الجاي، وهذا حيكون اخر كاس عالم لجوردي البا رسميا، الحمد لله حنفتك منه. طيب بالنسبه صراحه للمحور الاول، واحد من المحاور الاساطير تاريخيا، ولكن لا ما بتكون تقيمه مستواه الحالي تاريخيا، هو من الاساطير ولكنه حاليا للاسف انه مستواه هبط بشكل كبير، سيرجيو بوسكيتس، ولكن ما راح اجيب هاي البطاقه، في له بطاقه جديده اللي هي هي صراحه بطاقه حلوه للامانه، وبالتالي جدا حيكون مثالي للخطه، حنشتري بطاقته. طبعا بوسكيتس عمره حاليا 34 سنه، كاس العالم الجاي 2026 باذن الله، يعني اذا رب العالمين احيانا حيكون عمره 38 سنه، وبالتالي مستحيل انه يلعب، مستحيل 100%، وبالتالي ايضا بيكون اخر كاس عالم. الكم يا سيرجيو بوسكيتس، تعال على الخطه، نور الخطه، والله تاريخيا بوسكيتس ممتاز، ولكن حاليا خلص يعني انتهى من فتره طويله. طيب ننتقل الان على اثنين السي امات، حرفيا اقوى سي امين حاليا بالعالم بوجهه نظر كثير من الناس. السي ام الاول يا جماعه، منتخب ودع من الدور الاول، ومفاجاه الارض حرفيا كانت بالنسبه لي ان تودع بلجيكا من الدور الاول لكاس العالم. نعم يا جماعه الخير، كيفن دي بروين حيكون خط الوسط الاول بالتشكيله. كيفن دي بروين حاليا عمره 31 سنه، كاس العالم الجاي حيكون 35 سنه، واحتمال انه ما يلعب كاس العالم الجاي لانه صرح انه هو اصلا كبر بالعمر، فحاسه بلش ييأس من كره القدم وبلش يمل، بالتالي غالبا انه هذا حيكون اخر كاس عالم له من وجهه نظري، وبسبب المشاكل الكبيره اللي صايره مع منتخب بلجيكا. فايضا حنجيبه على الخطه، بنقول ويلكم يا الكي دي بي، له بطاقه انفورم جيده للامانه، فراح نجيب بطاقه الانفورم. تعال يا الكي دي بي، خط الوسط الثالث، وصل لنهائي كاس العالم. لاحظوا انه التشكيله الموجوده هون لاعبين قلال جدا اللي فازوا فيها بكاس العالم، يعني ما في الا لوريس بوسكيتس اللي فازوا بكاس العالم من كل التشكيله الموجوده. البا طبعا ما كان موجود ب 2010، وسيلفا ما كان موجود ب 2002، والبرتغال ولا عمره اخذت، والفيس ايضا ما كان موجود ب 2002، فبالتالي ما في الا بوسكيتس ولوريس حرفيا من اللي اخذين كاس العالم، وبالتالي الفرصه الاخيره لاغرب اللاعبين اللي موجودين بهي الخطه لتاخذ كاس العالم، الفرصه الاخيره. وايضا بننتقل للاعب من اعظم خطوط الوسط تاريخيا للامانه بالسنوات الاخيره. نعم يا جماعه اكيد عرفتوا قصدي، ما لازم احكي كثير، لوكا مودريتش طبعا اخر كاس عالم، 100% مودريتش اخر كاس
العالم مستحيل انه يلعب كاس عالم زياده، وله بطاقه حلوه تبع كاس العالم. مودريتش حاليا 37 سنه، كاس العالم الجاي 41 سنه، غالبا بيكون اعتزل مودريتش بكاس. يعني اللي عم يشوف المقطع هذا 2026 طمني مودريتش اعتزل ولا لسه؟ هو غالبا انه اعتزل، بس يعني المهم ليك الطاقات كيف، باصات 91، دربلينج 90، الشوط حلو، السرعه مو سيئه للدرجه، دفاعيا حلو، يعني فيزيكال شوي الصراحه تعبان بس باقي اشياء جدا حلوه. لقينا هيك مع شادو، يا سلام، بيرفكت للتشكيله هذه يا جماعه، وربي بيرفكت. حاليا مودريتش ايضا بينضم للخطه. انا الهجوم اللي رح ننتقل له بوجهه النظر كثير انه هو الهجوم الافضل بالعالم حاليا، وبالتالي ايضا كلهم بيلعبوا اخر كاس عالم. المفاجاه الكبيره انه كلهم ايضا ما بيمتلكوا كاس عالم. بالنسبه للجناح اليمين، نعم يا جماعه الخير، الجوت الارجنتيني البرغوث طبعا ليو ميسي، لازم انه يتواجد بالخطه ايضا، بيلعب اخر كاس عالم له، في له بطاقه دوري الابطال جدا حلوه الصراحه، فممكن انه نجيبه على الخطه. ميسي حاليا يا جماعه الخير بسنه 2022 عمره 35 سنه، كاس العالم جاي 39، وما بعرف اذا ميسي حيكون عم يلعب لوقتها ولا لا، الله اعلم. حلو، 1,240,000 يا عيني، هذا خصم ممتاز على هي البطاقه. ويلكم يا ليو، ويلكم يا ليو. الان المهاجم يا جماعه، واحد من ابرز مهاجمين العالم وصفقه القرن لبرشلونه كانت يا جماعه الخير، بولندي طبعا الاسطوري روبرت ليفاندوسكي، مع انه صراحه من اللاعبين الاساطير كرويا ويعتبر من الافضل المهاجمين باخر السنين، يعني بعد الظاهره ممكن هو وسواريز افضل مهاجمين عرفهم وعرفتهم خلينا نقول كره القدم، وبالتالي ايضا لازم يجي. ولكن المفاجاه انه ليفاندوسكي، تخيل انه مسجل جول واحد بكاس العالم وقم منه كان على السعوديه، يعني انت متخيل ليفاندوسكي ما عنده غير جول، بالتالي ايضا لازم انه يتواجد. نعم طبعا، شوفوا يا جماعه للعلم بالتشكيله الاساسيه انا اخترت اللاعبين الاقوى بفيفا، يعني مو كان على الاحتياط لاعب الحقيقه اقوى بس بفيفا اضعف، يعني لانه اللاعب على نهايه مسيرته، وبالتالي الكل حيشارك اساسي واحتمال اني اغير اصلا بالتشكيله الاساسيه. ويلكم يا ليفاندوسكي ايضا بينضم على الخطه. الجناح اليسار يعني مو محتاج اني اقول مين بيلعب اخر كاس عالم له، 37 سنه بكل الانجازات، 5 بالندور، ب5 دوري ابطال، ببطولات فرديه وجماعيه لا حصر لها، كريستيانو رونالدو ايضا اللي بيلعب اخر كاس عالم له رسميا يا جماعه الخير مع منتخب البرتغال، وهو صرح انه اذا فازت البرتغال بكاس العالم حيعتزل. هي البطاقه بتلعب مهاجم فقط، وبالتالي لازم نشوف حل، بدنا بطاقه صراحه يلعب جناح، فممكن اني اجيبه والعب مهاجمه عاد نتصرف يعني بهالموضوع هذا. ويلكم كريستيانو، 900,000 كوينز على كريستيانو رونالدو، غالبا بحولها مهاجمين مشان انه يعني كريستيانو قدر اني لعبه. لاحظوا اني ما ضفت المان بالتشكيله مع انه صراحه يعني في لاعبين كثير اساطير، بس انتماءاتهم يا جماعه يعني صراحه مشكله كانت بالنسبه لي، ولكن لهذا الحارس يعني حرام ما يكون متواجد بالتشكيله. الحارس التاريخي يا جماعه الخير مانويل نوير اللي بيلعب اخر كاس عالم له ايضا هي السنه. طبعا نوير يا جماعه حاليا خلينا نلقي نظره كم عمر نوير بالضبط، لانه وصل تقريبا عمره حدود ال 36 سنه، مواليد كم؟ مواليد 86، عمره 36 سنة. وبالتالي هذا 100% ايضا اخر كاس عالم، لا وفوق منه ودعوا من المجموعات، بالتالي نوير خلص فقد فرصه انه يفوز بكاس العالم مره ثانيه مع المانيا، ولكن اوريدي نوير مع كاس عالم، وبالتالي مو كثير فارق معه الموضوع، يعني اوريدي اخذها 2014، ف يعني ضروري انه يجيبه، ولكنه ايضا كان هذا بالنسبه له اخر كاس عالم. خلينا نقول تعال يا نوير. اللاعب اللي بعده واحد من صانعي امجاد الارجنتين، خاصه بوجهه نظر الحمدون، لانه يعني حمدون وغيره بالنسبه لهم هو صانع امجاد الارجنتين يا جماعه، مو ميسي صانع امجاد الارجنتين، وبالتالي ايضا اخر كاس عالم للاسف يا جماعه الخير رسميا دي ماريا، هذا بيكون اخر كاس عالم له مع منتخب الارجنتين. اللاعب عمره 34 سنه، بالتالي كاس العالم الجاي 38 سنه، ومستحيل انه يلعب وعمره 38 سنه، اوريدي سيرته الصراحه انتسفت، وبالتالي اخر كاس عالم نعم رسميا لانخيل دي ماريا. اللاعب اللي بعده الان يا جماعه الخير، واحد من اساطير منتخبه بكاس العالم، وصل لنص نهائي، اللي بيقدر يحزره من البدايه يحزره يا جماعه الخير، وصل لنص نهائي مع منتخبه ولكنه ما قدر يحقق، صد كره حاسمه بايده صدها مما تسبب بضربه جزاء على منتخبه، ولكن صد وقتها او ضيعها اسامو جيان وانتهت المباراه وقتها وراحت ضربات جزاء وفازوا. نعم يا جماعه الخير، البستوليرو لويس سواريز اللي انا قلت سابقا بمقطع انه ارقامه مو افضل شيء بكاس العالم، ولكن ارقامه الصراحه طلعت افضل ما توقعت، مع اني بتذكر انه ارقامه ما كانت افضل شيء بس صدمني، عنده اهداف منيحه بكاس العالم تقريبا حدود 7 اجوال، وبالتالي سواريز ايضا اخر كأس عالم 35 سنة مثل ليو ميسي، وأيضا بيكون آخر كأس عالم للأسف لا لويس سواريز، ما حصل على كأس العالم ولكنه من الأساطير. ننتقل الآن على اللاعب اللي بعده أيضا يا جماعة، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا المظلوم إعلاميا، خلينا نقول لأنه صراحة إعلاميا هذا اللاعب جدا مظلوم وما حدا بيجيب سيرته، ولكنه الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا منتخب بلاده. نعم يا جماعة الخير، أوليفييه جيرود المهاجم الفرنسي، شوف بفيفا حتى مظلوم جدا، بدك تضل سنتين تدور عليه تلاقي أوليفييه جيرود، فلازم إنك تحدد مثلا إنه دوري ايطالي مشان تلاقي جيرود بسهوله. ايضا جيرود الهداف التاريخي طبعا لمنتخبه، وهذا الشيء ما بنقدر انه ننكره، ما بتقدر تنكر انه مهاجم ممتاز يا جماعه. الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا اللي مر عليها تيري هنري، مر عليها كانتونا، مر عليها تريزيجيه، مر عليها كثير من اللاعبين الاوايا، هو الهداف التاريخي، انت جان بيير فابان غيره. المهم انه جيرو ايضا لازم انه ينضم للخطه، وخلينا نقول ويلكم يا جيرو، تعال على الخطه. ننتقل الان على اللاعب اللي بعده، ايضا واحد صراحه من اساطير ريال مدريد ومعه 5 دوري ابطال، 5 دوري ابطال، كثير لعيبه بهالخطه مع 5
دوري ابطال او نوعا ما اكثر. ايضا للاسف انه اخر كاس عالم بيكون له الجزار يا جماعه الخير البرازيلي اللي هو كارلوس كازيميرو، بيلعب اخر كاس عالم له مع منتخب البرازيل. للاسف يعني والله انا صراحه يعني شوفوا انا بحبه كازيميرو والله ما بكرهه يعني، بس هو لاعب جزار يعني هذا ما بيلغي. ايضا راح نجيبه على الخطه وانضم فيه له بطاقه انفورم، وبالتالي اللاعب حاليا موصل عمره يا جماعه الخير 30 سنه، ممكن انه يلعب ممكن لا. 34 سنه صعب انك تلعب بمنتخب البرازيل، ولكن ما في شيء مستحيل. يعني تياغو سيلفا ب 38 سنه عم يلعب، ممكن انه يكون اخر كاس عالم لكازيميرو، الله اعلم. تعال يا كازيميرو حياك الله، وايضا بينضم للخطه. ايضا بالنسبه للاورجواي ما خلصنا، لاعب ايضا من اساطير الاورجواي يا جماعه الخير، ومبدع مع الاورجواي بدرجه غير طبيعيه، وساهم بشكل كبير 2018 انه يأهل الاورجواي على حساب البرتغال براسيه كانت قويه الصراحه. ادينسون كافاني واحد ايضا من الاساطير مو البرتغال عفوا الاورجواي اللي بيلعب اخر كاس عالم له، وايضا يعني يعتبر تقريبا ثاني الهدافين التاريخيين لباريس سان جيرمان بعد مبابي، ايضا اخر كاس عالم له لانه عمره وصل 35 سنه، يمكن هو اقل من غيره نوعا ما، ولكنه لاعب ماله سيء وكثير كان مع الاورجواي ممتاز بكاس العالم، ايضا بيلعب اخر كاس عالم اكيد. طيب ننتقل يا جماعه الخير شويه على اللعيبه العرب، لانه للان انا ما جبت ولا لاعب عربي بهي الخطه، وبالتالي من كل منتخب عربي هنجيب لاعب يا جماعه الخير يلعب اخر كاس عالم. خلينا نبدا بالمنتخب التونسي اللي ودع بدري الصراحه، وكانت وداعيته بتقهر اكثر من غيره لانه فاز بالمباراه الاخيره ولكنه ودع مع هيك يا جماعه الخير. وهبي خضري اللاعب التونسي وهداف العرب التاريخي بكاس العالم يعتبر يا جماعه الخير، للاسف انه هذا كاس عالم الاخير ممكن يكون له. حاليا وهبي خضري 31 سنه، كاس العالم الجاي بيكون بعمر ميسي الحالي، فما بعرف اذا ممكن يكون متواجد ولا لا، ولكن من وجهه نظري انه غالبا بيكون كاس العالم الاخير لوهبي خضري، وبالتالي لازم انه يجي. هذا بالنسبه طبعا للاعب التونسي. ننتقل الان على المنتخب السعودي. بالنسبه للمنتخب السعودي الصراحه شفت ابرز حدا ممكن يكون اخر كاس عالم له هو سالم الدوسري، للامانه ما بعرف اذا ممكن يلعب سالم الدوسري كاس عالم جاي ولا لا، ولكن سالم الدوسري حاليا 31 سنه، يعني كاس العالم يا جماعه الخير الجاي يكون اللاعب عمره 35 سنه، بكاس عالم ما بعرف اذا ممكن انه يلعب ولا لا، ولكن ابرز حدا بشوفه ممكن انه يغيب عن كاس العالم الجاي سالم الدوسري، فلازم اني اجيبه على الخطة. فأنا شايفه الصراحة الأبرز، وهو بالنهاية هذا آخر كأس عالم غالبا لإله. شوف كم رخص بعته بسبعين ألف أنا يا رجل، ولكم يا سالم حياك الله. بالنسبة للمغرب يا جماعة الخير أنا صراحة شايف أنه بونو تقريبا هو أبرز حدا ممكن يغيب عن كأس العالم الجاي، لأنه بونو حاليا 31 سنة، كأس العالم الجاي 35 سنة، الحراس ممكن تكمل لأكثر من هيك عادي، في حراس بتكمل للأربعين، ولكن هو كمنتخب المغرب غالبا أنه أبرز حدا. في عندك بوفال، ولكن بوفال لسه 29 سنة، زياش لسه صغير، مزراوي صغير، الباقي صغار، هو أكبر حدا ممكن أنه يغيب عن كأس العالم الجاي اللي هو ياسين بونو، بالتالي أيضا لازم أن يجيبه للخطة. بيبقى لنا منتخب قطر، واللاعب الصراحة الوحيد تقريبا اللي عندي من منتخب قطر، ما عندي كتير لاعبين بالنادي لأنه الدوري تبع قطر غير موجود بكل بساطة. الحارس اللي جاب أم العيد بأول مباراة، وغالبا يعني يمكن قطر أصلا ما تأهل الله أعلم، يعني الهيدوس كنت فكره أكبر طلع أصغر عمره 32، هذا عمره نفس الشيء 32 بس إنه أكبر شوية نوعا ما، فبالتالي يعني ممكن هذا أو الهيدوس يعني يكون آخر كأس عالم لإلهم، ويعني بالتالي مشان نجيب من كل المنتخبات العربية لاعب فيب. طيب اللاعب اللي بعده أكيد أسطورة البرازيل، اصلا هو صرح بنفسه انه هذا غالبا بيكون اخر كاس عالم له، التصريح مو مني هو مصرحه بذات نفسه، اللي هو نيمار جونيور. اللاعب صرح اكثر من مره انه غالبا هذا بيكون اخر كاس عالم له، مع انه عمره لسه 30، يعني عرفت اللي هو ممكن 34 يلعب ما بعرف، ولكنه غالبا عم يقول انه ممكن ما يلعب كاس العالم، بالتالي نيمار ايضا لازم انه ينضم على الخطه، وغالبا راح احطه في التشكيله الاساسيه بطريقه ما، وبالتالي ايضا لازم يكون متواجد. الكمين نيمار اهلا وسهلا بالفريق، تعال انضم على التشكيله. اللاعب الاخير الان من اساطير منتخب بلاده، وبصراحه بشوفه انا نوعا ما من اساطير ريال مدريد، ولكنه الاصابات هلكته وعقليته نوعا ما اثرت عليه. جارث بيل يا جماعه الجناح الطائر ايضا بيكون اخر كاس عالم له رسميا، غالبا انه بيكون اخر كاس عالم، لاعب 33 سنه، كاس العالم الجاي 37 سنه، مستحيل انه يلعب كاس عالم جاي. وللاسف انه ويلز يعني ما كانت المنتخب اللي يعتمد عليه بكاس العالم هذا، وبالتالي رسميا انتهت مسيرته بكاس العالم، وهذا كان اخر كاس عالم بالنسبه له. في لاعبين كثار ممكن غابوا عن التشكيله ممكن بوجهه نظرك انت، وبالتالي الخيار لكم الان والكلام لكم، اكتبوا لي مين ابرز لاعبين بتشوفوا هذا اخر كاس عالم لإلهم وانا ما جبتهم على التشكيله، كانوا بيستاهلوا انه يتواجدوا بالتشكيله هي وانا ما جبتهم، الخيار لكم تكتبوا لي بالتعليقات. طيب الان بقى صار لازم نظبط الخطه، ححاول نزل نيمار بطريقه ما، حاول شوف شو ممكن اني اساوي يا جماعه الخير مشان يعني نظبط الخطه بافضل صور، لانه نيمار ممكن ينزل مكان الدون بس انا بدي الدون اساسي، فما بعرف شو ممكن اساوي ونجرب ساعتها الخطه. الفيس ما عرف تجيبه بولا طريقه، لازم من بكجات وتقعد تفتح وانت وحظك، فقررت اني بدله بكربخال ولكنه كان لازم يكون متواجد يعني، بس اني ما قدرت اني اضيفه. كارفاخال ايضا 30 سنه وغالبا اخر كاس عالم كظهير، 34 سنه ما حدا بيكمل ظهير ب 34 سنه بنفس المستوى، لانه الظهير محتاج لياقه وسرعه، ففي بطاقه حلوه له بكاس العالم فقررت اني اجيبها، يعني بطاقه جميله وجيده.
تعال يا كارفاخال. طيب ممتاز، هي التشكيله حاليا جوا الجيم. حنلعب مهاجمين، المشكله بدي احط كريستيانو اس تي بس انه ما بياخذ غير حبه، وبالتالي ما يعني نفس الشيء ساعتها، فبالتالي كريستيانو يعني سرعه 83 مو سيئه للامانه، ولكن هذا افضل شيء. طبعا بحاله الخساره كويكسل للاعبين التشكيله بتحددهم الدوامه، وهي بنا ليتس جو. اوه يدون النيمار، 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 الله الله يا نيمار. روحي ليفا يا عمري الدون، شكرا على الباص. ووه الله يا ليفا، الله يا ليفا. خلط خلط يا عمي، هات اللي بعده بس ما لحقنا ننبسط اصلا. سيلفا سيلفا بخبرة السنين، سيلفا بخبرة السنين، خبرة السنين. اوكي شكله خبرة السنين ما حتفيدني. والله سريعين لعيبته يا اخي، صلي على النبي. مالك شايف اللعيبه شياب كبار؟ تخيل ابوك مكانهم يا اخي، تخيل ابوك مكانهم. طيب يلا يا ليو، 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 يا ليو، يا ليو، يا ليو. اوه اوكي متسلل الحمد لله. اصلي اللي وان جولسكي اصلي حلوه. الليو يا عمري يا شيخ، ابلع بس. ايوه يا ليو، الله 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 يا الجول الاسطوري. شوف 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 شوف. اه عمل لي سكيب ما خلاني اشوف الاعاده. يلا يا الدون، يلا يا الدون، يلا يا الدون، يلا يا الدون، يلا يا الدون. الدون يا عمري يا شيخ، يا عمري يا شيخ، اخيرا. لا ارجوك انك تسلم. لا اله الا الله، شو برشلونه؟ انكر ميسي، انكر ميسي. هي طرد يا حكم يا رجل. ليك الارض شو صار فيها؟ شو اللعب الوسخ هذا؟ ايوه لا برا بس. يا عمري الدون، يا عمري ما في كويكسل. الحمد لله الحمد لله. هو هو يا الدون، والله انه حاسم، والله انه حاسم يا جماعه.